اذا كان تلقى بعض ولاد الناس راه معنا ساكنين، قالوا ما كانش، قالوا غير علينا في الجزائر ساكنين في كلوب ديفا، غير احنا حجروه الاخرين ها ولا لا الاخرين راهم يقروا في الخارج وراهم في الخارج وراهم في كذا امور معينه، اعطوني حقائق صدموني بها. طيب سيدي لماذا ما نقضيش بقانون صارم على الديروغاسيون الاستثناء؟ علاش دير قانون ديرو استثناء والانترفونسيون بالتليفون وظف فلان حاوز فلان دير فلان، نروحوا لدوله الحق والقانون. سي بوجر انت ما ديرش انترفونسيون ديروغاسيون؟ انا ندير لا درت للزواوله والله درت وما يسمعوني والله درت للزواوله مساكن وتفاجئوا لما دخلوا. يقال ان كي كنتوا في وزاره العمل لو ديريكتور دو لا كاس ناسيونال دو روتريت اي تي يعني كان من اقاربك، هذه سور انترفونسيون تاع بوجر السلطاني.